كويسة؟ مش هتموتي ما تخافيش. ألو الإسعاف؟ ابني أبو سيدك ريحني. البنت اللي انت خبطتها بالعربية دي ماتت ولا لسه عايشة؟ إن شاء الله ما يكونش جرى لها حاجة. يا ستي نقطي نمسكاتك، عايزين نعرف هنتصرف ازاي في المصيبة اللي عملها المحروس ابنك. مصيبة ايه بس يا حاج؟ لا هو أول واحد ولا آخر واحد يعمل حادثة. ممكن تسكت انت خالص؟ قولي، متأكد ان مفيش حد شافك؟ مش عارف يا حاج، في حد شافني ولا لا؟ معرفش. الو، ايوه حماد، بقول لك ايه، انا في مصيبه، مصيبه كبيره قوي. وراح من ابويا يا هسيب، ما تخافيش، اخليك حقك. ايه ده؟ انت رايحة فين في المطرة دي دلوقتي يا سميحة؟ المطرة بطلت، هروح لحسني الضبع، لازم اشوف فيه حل معايا. حسني الضبع؟ ده راجل شراني. على الله بقى، ما هو مش معقول هسيب ابراهيم مرمي الرمية دي. خلي بالك انت بس من البنات. خير يا استاذ، ايه اللي جايبك في الساعة دي؟ انا عندي بلاغ مهم جدا. دلوقتي يعني ايه ناقصه؟ هالبلاغات كمان ليها مواعيد؟ فين ظبط اللي هنا؟ ادخل يا اخويا، سليم باشا جوه. سليم باشا؟ سليم باشا. طب هو مفيش ظابط تاني هنا؟ يعني انت جاي في جو زي دوت وكمان عايز تنقي؟ لا مفيش غيره يا سيدي. انا مش هقدر اقابل الراجل ده. جرايا وليه؟ الله، انت جاي ترمي بلاويك انت وجوزك علينا ولا ايه؟ يلا توكلنا على الله، مش عايزين مصايب. بص رجلك يا معلم، الراجل هيروح في ده. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له يستلف؟ انا اللي قلت له يروح يسرق عودته؟ قطع لسانك، ابراهيم عمره ما بيعمل كده. صبيك هو اللي خد الحاجه. لم لسانك يا سميحه، انا حقي وصلني، ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ يا معلم احنا جيران وعشره، اذا كان على الفلوس طلع لي الراجل وانا هجيبهم لك. تجيبي لي ايه يا مجنونه انت؟ انتوا لايين تاكلوا؟ وإيدك يا معلم، الراجل رايح في داهية. وأنا مالي؟ وأنا اللي ماسكه؟ الحكومة هي اللي ماسكاه. روحي بقى قولي لهم الكلام ده، بس أحسك عينك تجيبي سيرتي أنت ولا المحروس جوزك، هأذيكوا. طب شيق له محامي، هيدخل السجن. وأنا خلفته ونسيته؟ يا معلم أبوس إيدك ورجليك، ده الراجل اللي ماليش غيره. ما تقرفيناش بقى يا سميحة. الله، حاضر يا معلم. قال يا زلط امر يا معلم، تقب وتغطس وتجيب لي الواد عرسه من تحت تقطير ارض. والعين دي قبل العين دي. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ما تتعلمش من اللي حصل لك، شالوك من تحت ايدي المره اللي فاتت، اعمل فيك عشان تتلم. انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اجي هنا، بس انا عندي بلاغ مهم. بلاغ ماما تليك جاي في حاجه فاضيه واي كلام. روح يا ابني اعمل لي شاي بسرعه. قول يا عم زياد اتفضل ارغي. اخس عليك يا ندى، نسيت المفتاح برضو. انت عارفه يا بنتي ان انا بمشي بالعافيه، حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ انا اسف يا امي، مش ده بيت الانسه ندى محمد سطوحي؟ ايوه يا ابني. خير؟ لا مؤاخذة يا أمي، هي بنتك عملت حادثة وهي في المستشفى دلوقتي. امسك قطع شحن. بس أنت شفت الفيديو ولا إيه؟ لو ما لحقتش تشوفه إحنا ممكن نتصرف ونجيب شحن. يا عم شفته، وبعدين هنجيب شحن للتليفون العجيب ده منين؟ وبعدين أنت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها، ما تدافع عنها يا أخي، هي دي الرجولة برضه. أنا ما تخيلتش إن هو هيخبطها بالعربية. أنا قلت إن هو هيعاكس وخلاص. يعاكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك.
العيب على كل الناس تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معك حق، انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون معاك ده مش باذن النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي من حض ابوه وامه، وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جيت نفسه مش عارف يطلعه. هات هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا. ما تخرجش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ البنت هنعدي على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ اه هعمل كده. وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضو وكيت على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما تزعلش مني ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضو واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عمتاً انا عرفت اللي انت عملته مع تايسون. ظاهر اني كنت فاهمه غلط. ترجع يا نيل. ما تحركش لحد ما يجي فاهمه ولا لا. حاضر. هدي نفسك يا حاج، خير ان شاء الله. خير ازاي يا احمد؟ افرض ان في حد شاف الواد، واكيد البنت هتشهد عليه. انا عموما بعت حد من رجالتي عشان يشوف البنت دي راحت انهي مستشفى، ويعرف لنا الاخبار كده ويطقص من بعيد لبعيد. بس انا شايف احنا لازم ناخد احتياطاتنا. ناخد احتياطاتنا ازاي؟ يعني اول حاجه العربيه دي لازم نخفيها خالص. حصل. انا بعت حد من عندي من المعرض خد العربيه وخفاها فعلا. تاني حاجه بقى تامر لازم يختفي خالص. طب دي هعملها ازاي دي؟ انا هكلم الواد شادي ابني خليه يجي ياخده ويطلعوا على السخنه، وعندي بدل الشاهد 10. ما تقلقش. اعمل اللي انت شايفه يا حماد. امال انا جايبك ليه؟ طيب اهدى بس ما تقلقش. وانا شايف ان احنا لازم نتصل بالمحامي الاستاذ نشأت اهو ناخد رايه برضه في اي حاجه. المهم ان الواد يطلع من الورطه اللي هو فيها دي. ما تقلقش. الو. مساء الخير يا نشأت، ازيك؟ الحمد لله كويس. انا لحقتك قبل ما تنام. انت فين يا ابني؟ اقعد مستنيك ساعه؟ كنت بجيب حاجه من بره حضرتك يا فندم. طب اخلص يلا. تعرف بيت لطفي ابو المجد؟ اه يا فندم. طب وديني ليه يلا. حاضر. فهمت يا عرسه ولا عيد تاني؟ عيب يا مرياسه، كلامك يتقال مره واحده وما يتنسيش. طب يلا اجري نفذ، لما تخلص كلمني قول لي عملت ايه. حصل. عرسه خلص. هنعمل يا متر؟ الحقيقه انا شايف ان حماد بيه عنده حق. على فكره انا بفضل ان ولادي يسافروا في عربيه من عربياتك يا حماد بيه. اشمعنى؟ يعني عشان ما فيش كمين شرطه يعترضهم في الطريق. وماله؟ ما فيش مشكله خالص. بعد كده نشوف البنت قالت ايه وبناء عليه هنتصرف ازاي. المهم انت مطمن يا متر. عيب يا حاج، طول ما معاك نشأت فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر، وكله بالقانون. خلاص بقى يا حاج اطمن. عموما شادي زمانه جاي دلوقتي هو والعربيه والسواق بتاعي، يكملوا هم بيها على السخنه. وانا معلش يا متر بقى هتقل عليك، يبقى خدني في سكتك وانت مروح. ربنا يستر. يا رب يا رب، هادي العوايب سليمه يا رب يا رب. ده احنا غلبه ما لناش غيرك يا رب. وحد الله يا امي كده وصلي على النبي ان شاء الله ما فيش حاجه سليمه باذن الله. اسمع من جواك ربنا يا رب. يا رب والنبي يا رب هب لي حبيبك النبي يا رب يا رب. ده احنا غلبه، استر معايا يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. استر مع الغلبان اللي جوا يا رب. ده احنا غلبه ما لناش غيرك يا رب. ماشي يا حاج، هقوم انا بقى اروح لاني تعبت، وهنبقى مع بعض على التليفون. مين هيجي لنا دلوقتي؟ مش هيخش جوه بيت؟ يا حاج سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتحي يا بنتي. مساء الخير يا حاج لطفي. سليم باشا خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. اه طبعا احنا التقينا قبل كده.
ابنك تامر فين؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي ابني، هما سافروا مع بعض السخنة. خير في حاجة؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانة طلع على العين السخنة؟ لا مؤاخذة يا باشا، بنت غلبانة مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأة فهم المحامي. محامي؟ والحياة تجيب محامي كمان بالسرعة دي؟ ليه السرعة دي يا حاج لطفي؟ لا أنت فاهم غلط، أنا وحماد بيه أصدقاء للحاج لطفي. وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا المحامي. طب اقعد اقعد اقعد، انا مطول شويه مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي اقعد اقعد، ما تخافش انا مش جاي لك انت. اقعد. ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ انا عربيه هذا مؤاخذه، احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب اي واحد. لا ما انا عارف، انا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ اه عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربيه دي؟ طب ايه راي سعادتك ان دي بالذات بقى عند السمكاري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ ده متصور بيها النهارده وبيخبط البيت. تصور؟ متصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جانا كده مش هتبلع عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياده اللي انت جيت طلعته، مش هتبلع على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه حوالي نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانيه؟ لا مش جاي اسال، انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على المهم بقى يا حاج لطفي، ابنك في السخنه في الساعه انا مش هلحق. تسليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه. انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه. وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. بعد اسال عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش. بس انت بقى خاف على ابنك، وخليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نور تسليم باشا، ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي، تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا، لو العربيه البي ام الحمراء عجبك، عندي اختها في المعرض وعزيرو. بجد؟ اه والله، حتى عليا الصبحين تشرب معايا فنجان قهوه وتدور عربيتك وتتكل على الله، مش هنختلف. اجيب واحد. استغفر الله العظيم. انت دي ما وعمل لطفي. ايه؟ ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ما كانش في داعي لحكايه العربيه دي خالص، الراجل شكله ما بياكلش. اعمل ايه؟ قلت اجرب معاه اي سكه. بعدين ده بيقول لك الواد ما تصور. والله يا ابني لحد دلوقتي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. قسما برب العزه ما كنت اقصد. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. اطمن. وان شاء الله البنت هتقوم منها بالسلامه. المهم تفضل موزه زي ما هي. موزه ايه وزفت ايه على دماغك دلوقتي؟ انا خايف اشاد البت دي تموت ولا يجرى لها حاجه. اصل انت ما شفتش البت اتهبدت في العربيه ازاي؟ ودمها كان سايح على الارض. انا متاكد ان جرى لها حاجه. يا جدع فضل الله ولا فعلك. ما تقلقش يا صاحبي. الموضوع كده اتعقد يا بهوات. يعني يا متر؟ لا خد بالك، تامر ده ابني الوحيد. مش هسمح انه يخش السجن ابدا. يا حاج اطمن، ان شاء الله مفيش سجن ولا حاجه. احنا المهم ان احنا نرتب اوراقنا كويس ونجهز لكل الاحتمالات. ايوه علي، ايه الاخبار عندك؟ ايه؟ اوعى تكون قالت حاجه. طب خليك عندك، لو في اي حاجه ببلغك. في احمد بنت ماتت.
حول ولا قوه الا بالله. ما قالتش حاجه لما جت في الحادثه؟ للاسف لا، هي جت لنا حالتها مغمى عليها وحاولنا ان احنا نسعفها، لكن للاسف اصابتها كانت خطيره جدا وكان مغمى عليها. مش حد من قالها هنا؟ اه والدتها اللي موجوده دي، بس ما تعرفش ان بنتها توفت. ربنا يصبرها. ماشي يا بنت. بعد اذنك. أنا مش فاهم أنتم مزعلين نفسكم ليه يا بهوالي؟ ما يمكن اللي حصل ده في مصلحتنا. مصلحتنا إزاي يعني؟ بقول لك البنت ماتت. الله يرحمها. أنا المهم عندي إن هي تكون عملت بأصلها وما جابتش سير التامر قبل ما السر الإلهي يطلع. أهو الواد علي هناك هيتطقص وهيرد عليا لو في أي حاجة. المشكلة الحقيقية عندي دلوقتي الشاهد والفيديو اللي معاه. الواطي. الواطي اللي ما بتمرش فيه، وأنا اللي جريت جري عشان أطلعه لما مسكوه. الواد ده حاج هو اللي في ايده مفتاح القضيه كلها. لازم يغير شهادته ولازم الفيديو ده يختفي. كده هنبقى احنا في السليم. وبعدين يبقى يوريني الضابط بتاعك ده هيعمل ايه. بقول لك يا حاج، هو انت مش تعرف ام الواد ده؟ ما تكلمها. اكلمها في يا عماد. ما انت عارف الحكايه. وعارف الواد وعمايله. هي عرفت تتصرف اللي يخص الواد لما هتعمل لنا حاجه في اللي يخصنا احنا. عندك حق يا حاج. عارف مين اللي هيحل لنا المشكله دي؟ مين؟ الواد زناتي. ها جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمه ربع ساعه كده. هتعرف ولا هتغرق في شبر ميه؟ يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى في قرشين عنب. ها معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمه الطريه دي؟ طول عمري معاك يا برنس. بس انت مالي ايدك؟ ياد عيب ياد انا زناتي يا مالي ايدي يا بكره تيجي تبوس ايدي يا بف. خلصانه بضمير مرتاح. يلا يا خدك يا بنش. ايوه حضرتك. عشيت ياد ولا لسه؟ ابدا والله يا حضره العميل، انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب اجي نروح الكانتين كلك لقم على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره الامين، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. تاخرش يالا. حاضر. مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ايه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمري يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينضف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم الاوعى الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل. اتفضل يا استاذ زياد. اتفضل. افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز يوشكوا بحاجه.
مسا مسا يا ابو خليل. انت مين يا عم انت؟ عرسك. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ تحت الباب؟ عرسك يدخل من اي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطب. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الطب؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الازازه دي فيها ايه؟ مية نار. فهمت؟ ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ انا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد. اقعد. بترتاح. خايف ليه؟ مش خايف. عايزينك تعال ابو خليل وتعرف انك لو في بطن امك هنجيبك. والمعلم بيقولك ايه بقى؟ انت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل ابو خليل وشيل شيلتك. واياك اياك ابو خليل تجيب سيرته او سيره حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوه زي دي او يرشك بشويه ميه نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولايا أبو خليل، ولايا. هتعمل إيه بقى الواحدة في يوم لو وشها باظ؟ قلب الكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرس خلص. يا رفاعي، فين العساكر؟ جوه بياكلوا لقمه. سعادتك، سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفتي؟ واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله معنهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو. ايوه زناتي. الضابط رجع. طب خلي عينك عليه. ولو حصل حاجه كلمني. سلام. ها يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي. لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي، دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي. أبوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك. رجعني مطرح ما كنت، أنا مش هغير كلامي. طب إيه رأيك أجيب لك من أبوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد أنت شاب في بداية حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحة حلوة. وفعلا 100,000 تستاهل إن أبيع البنت الغلبانة. بس ده تفكير اللي زيك. يا ابني إن كان أهل البنت نفسهم اتراضوا مع الراجل، ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي يا ابني. انا امال الحياه ابقى من الميت؟ خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحاسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب قال لي ادب وعايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يا رحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد راح فين. ما يمكن زيق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليل النهارده مين تحت البطاطين متدفيين. وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولا مبلع ساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه، مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. Thank you.
انت فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقالب الدنيا. خلاص يا قلت لك ما تبقاش خفيف امال. يلا ربع ساعه وتعالى بسرعه. يا عم زياد لسه دماغك ناشفه؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاك. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه. فريح نفسك. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك. الواد مات يا زلاتي.